لا ما تستنوا شوية كمان يا بنات. صراحة مو مش قادرة استنى. بصراحة وانا كمان، بس انت لو عايزة نستنى شوية. لا مش عايزة برضو، ما عنديش صبر. يلا يلا يا يعني تقيلة كده عادي ولا هي محملة؟ ما تقريش يا بوه. بس انت وهي بقى. يلا يلا قولوا بسم الله الرحمن الرحيم كده وشد، خلونا نشوف رزقنا ايه. يا بركة بسم الله الرزاق. ما شاء الله ما شاء الله، الله أكبر. ده إحساس حلو قوي يا ماما. شد يا حبيبتي شد، الله أكبر. الله. صدقوا يا بنات، زي ما يكون ربنا كان شايل لنا كل رزقنا بتاع الفترة اللي فاتت. الحمد لله. شد يا حبيبتي يلا يلا عشان نروح. بركة كده. بس هي الكمية دي عادي كده ولا كده كتيرة؟ اقسم بالله بوم. يا بنتي بس انت وهي بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. لو انت وما تنادي في وشك بس بقى. في ايه يا ماما؟ امك مش عايزه تدور. ليه؟ ما هي كانت شغاله كويس. هنعمل ايه يا ماما؟ اهدوا حبايبي ما تخافوش، اهدوا عشان اعرف افكر. بس بسم الله الرحمن الرحيم. تفتكروا اللي حصل ده نفس اللي حصل مع بابا قبل ما يموت؟ انت بتخرفي بتقولي ايه؟ ما هو ممكن يبقى ده نفس اللي حصل، المكنه عطلت ونزل يعوم وحصل اللي حصل. يا سلام على اساس ان بابا ما بيعرفش يعوم يعني. انت عارفه منين؟ افتح راسي خالص. ما هو انا لو سكتت في اللي احنا فيه ده هيجرالي حاجه، ولا انت عايز تكتميني وخلاص؟ اسكتوا انتوا الاثنين، ما اسمعش صوتكم. في ايه؟ هو احنا كل ما هنقف في مشكله هناكل في بعض؟ ما احنا عارفين ان الدنيا ما كانتش هتبقى سهله معانا، ورضينا ان احنا ننزل نشوف اكل عيشنا. اهدوا حبايبي اهدوا كده وصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام عشان ان شاء الله نعرف نفكر بالراحه ونلاقي حل ان شاء الله. واتش ات، ما تخليش حاجه تفوتك.